هل قد مريت على متحف وحاولت إنك تبحر في تفاصيل لوحاته الفنية؟ من أول ما تشوف هذه اللوحة راح تفكر إنها نقش نحاسي أو قطعة حديدية قديمة، وممكن تظنها ثلاثية أبعاد لأن الحواف والعبارة اللي بالنص عبارة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والنقش اللي يدور مع القطعة كأنه بارز، لكن في الحقيقة هي عبارة عن رسمة مستوحاة من الثقافة الإسلامية. الفنان تعمد ترك التنقيط والهمزات عشان تظن فعلاً إنها عملة قديمة ومن بدايات العصر الإسلامي بعد، ولو قربت منها ولمستها بيدك راح تكتشف إنها ثنائية الأبعاد أنتجتها ضربات فرشة وتلاعب بديع بالضوء والظل. اعتمد الفنان على ألوان الإكريليك لنسج تفاصيل رسمته السريالية، خلت العين تشوفها كأنها قطعة نحاسية بارزة.